إن شاء الله يكون خير، و يعني لما لا يكون ربما لبعض الناس أو لكثير من الناس ربما أفضل رمضان جوزوا في حياته. كيف؟ طيب الآن فيه حجر صحي والكثير من الناس ما مش يلتحقوا بوظائفهم، وعليه فإنه عنده وقت أكثر، عنده متسع أكثر، فإنسان يخلي رمضان هذا خلوة بينه وبين الله عز وجل. كاين واحد ما يقول لك العام الماضي اللي قبله أنا نخدم ونجي والزحمة وما نحقش، لا تتفرغ للعبادة، لا تتفرغ، إنسان يتفرغ. كانوا بعض الأئمة من السلف رضي الله عنهم الصالحين القدم والجدد لما يدخل رمضان تقريبا كأنه ينقطع عن الكثير من الأشياء ويتفرغ للمصحف، حتى دراسة مسائل الفقه والحديث وكذا ما يأجلها، يقول فقط نبقى غير مع القرآن. فممكن يكون فرصة لهذا الشيء. أيضا في قضية القرب من الله عز وجل، الدعاء المضطر والدعاء غير المضطر ماهوش كيف كيف. احنا كلنا بشر ندعي ربي عز وجل في الرخاء، ولكن دعاء نحن ندعو الله سبحانه وتعالى ربي يعطينا الإخلاص فيه، ولكن لما نكون في حالة اضطرار، اضطرار تاع المرض ولا اضطرارات مختلفة، صيغة الدعاء تختلف، لهجة الدعاء تختلف، صلتك بالله عز وجل تختلف. والآن ماهوش أنا اللي مضطر ولا سيوس اللي مضطر ولا فلان اللي مضطر، العالم كله مضطر، ولهذا الآن العالم سيدعو الله عز وجل باضطرار. وربي عز وجل يقولنا أمن يجيب المضطر إذا دعاه، يعني دعاء المضطر ليس كدعاء غيره. ولهذا احنا نتفائل خيرا إن شاء الله تعالى بأنه إن شاء الله سيكون رمضانا نصومه، سيكون رمضان نقومه، سيكون رمضان نتكافل فيه، سيكون رمضان إن شاء الله نستجلب فيه رحمة الله وأوله رحمة، سيكون رمضان نستجلب فيه مغفرة الله ووسطه مغفرة، وإن شاء الله ربي عز وجل في الأخر يقولنا يلا راكو كامل من العتقاء من النار، وكيف نقولوا نخبزوها يعني ما شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله هذا أملنا، وهذه الأمان التي يمتلكها العديد من الجزائريين ومن المسلمين جميعا، أن يكون رمضان فرصة للتصالح مع الذات، للتصالح حتى مع الله. طيب